العصر الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك، ما دينك؟ يعني سؤالي لا بيلي يعني توريزة ديني لا كونيني ناني. تقول الإسلام ديني، يعني أنت سمع إسلام دو ديني أنجو. هل أنت مسلم؟ وتوريزة وين دوم وين مسلم؟ نعم أنا مسلم. يعني تجيب مين مسلم؟ ما هو الإسلام؟ سأس توريزة إسلام نيني ني. الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم لله، أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. يعني إسلام نكون واتشي أزيل إبادتات زينيتو مسلم. والانقياد، المسلم لابد أن يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي، يعني لا يمكن أن مسلم ويقول أنا لا أصلي، لابد أن تصلي، المسلم يصلي ينقاد يعمل. يعني مو إسلام لازم أوفاني كازي وإسلام واقو متونا سهاي ويزكان نسمى ميني مو إسلام تو ألفنا لا لا لازم أوفاني كازي وإسلام واقو. نعم، والبراءة من الشرك وأهله، المسلم لابد يتبرأ من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. يعني مو إسلام ني لابد أفاني كازي كو 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 يعني أكباري kwa ulimi wake na afanyie kazi wenyewe amekubali. Naam. Maratib ad-din thalath, ad-din thalath maratib, thalath darajat. Yani mtu yani dini inakuaga na daraja tatu. Al-martaba al-ula al-islam. Yani daraja kwanza ni kuwa mtu anaamini kwamba yeye ni Muislam. Al-martaba athani a'la min al-islam al-iman. يعني مرتبة بيني كواميني كي كينيا أنا شو أميني. المرتبة الثالثة الإحسان. يعني منتو كفانيا ميما أنا فانيا أنا جو كومبا بيني أنا فانيا أنا فانيا الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى الإسلام، أركان الإسلام خمسة. يعني درجة كوانزا إسلام إسلامنا إن أكواجا نجوز التاني. المرتبة الثانية الإيمان، أركان الإيمان ستة. يعني مرتبة إلي درجة بيلي نكواغا ني إيمان نا إيمان غزاكي ني ستة. الإحسان ركن واحد والله أعلم. نا إلي كفانيا كواجري الله سبحانه وتعالى نكواغا نا ركن موجة نا الله ندو أنا جو.